sûr, toi qui parles de la ville, vous pouvez le ça. Oui. Je suis chez nous, le salon de Smart City. Vous avez le salon d'Yann. وزميلي الدكتور موسى يوسف إبراهيم بزيه الأنيق وقبعته الجميلة الذي سيرافقني في هذا اليوم. Ils ont ce qu'on appelle des têtes pensantes. Les têtes pensantes, c'est pour cela que je veux faire l'honneur et l'hommage à porter les Tarzans des Maroc. Ça veut dire que si vous voulez maintenant se développer, il faut avoir ces casquettes. Travailler avec les Maroc. Travailler avec les Maroc. Nous donnons vraiment un élan. بطبيعة الحال التنظيم ديال هذا الملتقى القاري اللي كيربط بين جوج قارات إفريقية، لا القارة الإفريقية ولا القارة الأوروبية، وبمدينة طنجة. اليوم نريد أن يكون للمملكة المغرب مدينة تناقش قضايا النقل ومهل اللوجستيك سنويا، لأن مدينة طنجة معروفة بتعدد أنماط النقل، وهي المدينة الوحيدة التي ترتبط بكل وسائل النقل من قطار ومن ثاني أكبر ميناء في إفريقيا، وكذلك طريق سيار، وهي البوابة ديال إفريقيا وكذلك البوابة ديال جنوب أوروبا. إذا الموقع الاستراتيجي ديال طنجة هو الذي يعني فرض علينا أو تم التفكير جليا أن تنظم النسخة الأولى، وكيف ما شفتوا معنا في الافتتاح ديال النسخة حضور وازن ل 35 دولة إفريقية مشاركة في نسخته الأولى، كذلك حضور مجموعة ديال الفعاليات اللي كتهتم بقطاع النقل ومهن اللوجيستيك. إذا اليوم الحمد لله احنا في افتتاح ناجح للنسخة الأولى لهذا المعرض والمنتدى والمعرض الدولي للحركية والنقل واللوجيستيك. أهم المحاور هو هناك برنامج غني سيؤطره خبراء مغاربة وأفارقة وخبراء دوليون مهتمون بقطاع النقل ومهن اللوجيستيك، سيتم مناقشة مجموعة من القضايا الراهنة والمستقبلية كذلك. يسعدنا أن أرحب بكم جميعا بقرار وأخص بالترحيب أصدقائنا وشركائنا من الدول الإفريقية. مشاركتهم اليوم لا تعكس فقط الأهمية الاستراتيجية لهذا اللقاء، بل تجسد أيضا إرادتنا المشتركة في تحقيق هدف واحد، بناء سلاسل لوجستيكية مستدامة تسهم في تعزيز قوة إفريقيا وحضورها على الساحة الدولية. نحن جد سعداء باسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لحضور هذا الملتقى، وهو ملتقى فريد من نوعه يجمع بين يعني المهنيين الأفارقة في مجال النقل واللوجستيك، ونعتبرها مبادرة قيمة ناجحة، علنا أن المغرب دائما ما يكون ملاذا لمثل هذه المبادرات. وإن شاء الله سوف يكون المجلس الاقتصادي للاتحاد الإفريقي شريكا أساسيا لهذه المنظمة فعلا لتنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي وقرارات كذلك السياسات الوطنية للدول الأعضاء. ونحن كذلك هنا لتشجيع وتقييم وكذلك الانخراط في المبادرة الملكية المبادرة الأطلسية، مع محاولة مناقشة ما هي الظروف وكذلك التحديات الأمنية وتحديات الحدود، لتجهيز تقارير استشارية لتوجيهها إلى صناع القرار سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الاتحاد الإفريقي. وشكرا. On behalf of the leader of Jalil Asha, we want to present this one to you. Thank you. إلينا دعوة للمشاركة في المعرض الأول للنقل من النقل واللوجستيك في الاتحاد الإفريقي في مدينة طنجة. فكان هذا اللقاء لقاء يعني مثمر ورائع ما بين دول الشمال
والأعضاء في داخل القارة الإفريقية، ويعتبر هذه التجربة ناجعة في ما بين الدول، وخاصة ما انتهجته دولة المغرب الشقيق يعني في السياسات العامة بنماوة وتطور هادف، وأيضا يعني نقل التجربة هذه إلى دول خاصة ما تتبعه المملكة في برنامج الجنوب الجنوب، وهذا يعطي انفتاح اقتصادي ونماء اقتصادي ما بين الدول. ونشكر كافة القائمين على هذا اللقاء.